أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور أن الطفل من أهم أولويات الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن أنشطة هيئة سلامة الغذاء تتعدى 20 نشاطا. الطفل هو أغلى ما نملك، وده اللي الدولة شعر به والحكومة الحالية واخداها بمنتهى الجدية، ووزارة التضامن قدمت لنا نموذج جديد ومنفرد في التضامن. كانت كلمة بشعار نفذته باسم الوزارة، نفذته في التعاون مع جهات مختلفة عشان نقدم منظومة مختلفة وجيدة ومنافسة لأغلى ما نملك وهم أطفالنا. هيئة سلامة الغذاء أنشئت في منتصف عام 17 وبدأت من الصفر، لأنها هيئة قائمة على مقومات جديدة، وهي هيئة لها الصلاحية تجاه سلامة الغذاء بشكل منفرد في الدولة. وكان طبعا يكون علشان خاطر انها تقوم بالمسؤوليات تجاه سلامة الغذاء في جميع أنشطة سلامة الغذاء التي تتعدى 20 نشاط.